قلت لي هذا العودي؟ اي هذا زرع مش مثل كل سنة. ما قلت لك هذا الزروع اللي تشوفها قدامك ترى يقدروا يسدوك منها كل دينك اللي عليهم. ومثل ما تعرف افتحوا الدكانة وقاموا يقشوا الأخضر واليابس، وأنا وياك ما ظللنا شيء غير السنحة. معك حق في اللي بنقوله. اي يا اخوي ابو سالم ودها شدت حيل لزوم انت غدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. اخوي عليان ودنا نحصدهم حصيده 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 يا اخوي.